السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في مطبخ ميموشا. اليوم كنقترح عليكم أسهل بنية بالكريم باتيسيير كيتحضر في وقت قصير بمقادير بسيطة وفي متناول الجميع. هاد البنية كيجي خفيف وهشيش ولذيذ بزاف، وطريقة التحضير مضبوطة وناجحة 100%. فقط كملوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، اول شيء غنحضروا معكم هو الكريم باتيسيير، واللي كنحتاج فيه 3 الكؤوس من الحليب، ربع كاس من الدقيق الابيض، وتقريبا نصف كاس من السكر، 3 بيضات، 1 ساشي ديال الفاني من فئه 7 غرام. في كاسرونة غنوضع جوج الكؤوس ونصف من الحليب، وغنحتفظ بنصف كأس. غنضيف الفاني ونمزجو جيدا مع الحليب، ومن بعد غنوضعوهم فوق النار حتى يوصل الحليب لدرجة الغليان. وفي كاسرونة أخرى غنوضع نصف كأس من الحليب اللي كنت احتفظت به من قبل، وغنضيف له ربع كأس من الدقيق الأبيض، ونخلط جيدا حتى ما تبقاش عندي كويرات من الدقيق. من بعد غنضيف اليوم اصفر 3 بيضات ونصف كاس من السكر، ونخلط هاد العناصر جيدا. والسكر كيبقى على حسب الرغبه، يمكن لكم تزيدوا او تنقصوا في الكميه. وغنضيف هذه المكونات للحليب من بعد ما وصل درجة الغليان. ومن بعد ما مزجت جيدا الخليط الأول مع الخليط الثاني، غنوضعهم فوق نار أقل من المتوسطة ودائما مع التحريك المستمر. وهذا هو القوام المناسب. غنفرغو بزلافة ونغطيه بلاستيك غذائي باش ما تكونش لينا قشرة من الفوق. والمقادير اللي عطيتكم كتخرج ليا زلافة كبيرة مملوءة من الكريم باتيسيير. غنخليها جانبا حتى نحتاجوها من بعد.
والان غنتقل معكم لتحضير عجين البانيه اللي كنحتاج فيه 3 كؤوس من الدقيق الابيض، نصف كاس من الحليب، ملعقه كبيره من الزيت النباتيه، بيضه، ملعقه صغيره من خميره الحلويات، ملعقه صغيره من خميره الخبز، القليل من الملح، ملعقه كبيره من السكر الحبيبات، ملعقه كبيره من الزبده، وساشي من الفاني من فئه 7 غرام. في اناء غنفرغ 3 كؤوس من الدقيق الابيض، والكاس اللي كناخذ به القياس هو الكاس العلبه. وغنضيف لهم ملعقة كبيرة من السكر، القليل من الملح، خميرة الخبز، أنا استعملت خميرة حبيبات، خميرة الحلويات ملعقة صغيرة فقط، والفاني. غنمزج جيدا هاد العناصر، ومن بعد غنضيف السوائل. غنضيف ملعقه كبيره من الزيت، وبيضه، ونخلط جيدا. والعجين غنجمعه بنصف كاس من الحليب، ومن بعد ما تجمع لي العجين غنضيف ملعقه كبيره من الزبده اللي لازم تكون بحراره المطبخ. ومن بعد ما دلكتها شويه باش تدخل فيها الزبده مزيان، غنوضعها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح فقط 10 دقائق. من بعد 10 دقائق رشيت سطح العمل بالقليل من الدقيق، وغنبدا نبسط العجين. حاولوا تبسطوه جيدا وما تخليوش العجين غليظ، حيت الا كان سمك العجين غليظ فمن بعد ما غتوضعوها في الزيت فالعجين غيتنفخ بزاف وغيتغير الشكل ديالو. وكما لاحظتوا فانا وضعت فقط كميه قليله من الدقيق، فالعجين رطب وما كيتلصقش، ما غتحتاجوش توضعوا كميه كبيره. ومن بعد ما بسطت العجين فغنقطعها على شكل دوائر باستعمال هاد القوالب، و الا كنتو ما كتوفروش على هاد القوالب يمكن لكم تستعملوا فقط كاس كبير او غطاء كبير ديال قنينه، وبالنسبه للقالب الصغير استعملوا فقط غطاء قنينه الماء. نصف العجين غنقطعوه بالاطار الكبير، والنصف الاخر غنتقبو من الوسط بالاطار الصغير.
وبالنسبة للعجين المتبقي فغنجمعه ونوضعه في بلاستيك غذائي حتى نستعمله من بعد. غندهن العجين بالقليل من الماء وغنوضع فوق منها الدوائر اللي تقبت من الوسط وضغطو عليهم شويه من الفوق باش من بعد ما توضعوهم في الزيت للقلي يبقاو متماسكين وما يتغيرش الشكل ديالهم. والعجين المتبقي غنشكلو بنفس الطريقه، ومن بعد ما غنكمل العجين اللي عندي كامل غنوضعو في صينيه ونغطيه بمنديل ونخليه يختمر فقط 15 دقيقه، وإذا كان الجو سخون بزاف خليه فقط 10 دقائق. من بعد ما خليت البنيه يخمر 15 دقيقه غنبدا نقلي في الزيت اللي لازم تكون سخونه، والنار لازم تكون ضعيفه. الا كانت النار قويه فغيطيبوا لكم من الخارج، ومن الداخل غيبقاو معجنين. هاد البنيه كيطيب بسرعه ما كيطلبش وقت طويل، فما خاصكمش تغفلوا عليه. ومن بعد ما قليت البنيه كامل غنغطيه بالسكر حبيبات او بالسكر سنيده بهذا الشكل. وفي الاخير غنوضع في قلب منهم ملعقه من الكريم باتيسير اللي كنت حضرت معاكم من قبل. يمكن لكم ايضا تملؤوهم بالشوكولاته فهي كتجي رائعه في هذا البينيه. في الختام كنتمنى هاد البنية يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم الجديد فضلا وليس امرا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.